كثير من الناس إذا رأى نعمة على الغير يقول ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله ما شاء الله، وصاحب النعمة يقول قل ما شاء الله قل ما شاء الله قل ما شاء الله، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النعمة نعمتان، نعمة عليك ونعمة على غيرك، فإذا كانت النعمة عليك فقل قل ما شاء الله، عليك في نفسك في بيتك في سيارتك، كما قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فإن كانت النعمة عليك قل ما شاء الله ما شاء الله، لباسك سيارتك ابنك زوجتك بيتك دابتك ما شاء الله، هذه النعمة تعود لك أنت، فأكثر مما شاء الله لأن فضل من ربي عز وجل. وإذا كانت النعمة على غيرك قل اللهم بارك لك اللهم بارك له بارك الله لك، ولا تقل ما شاء الله. وعلى ذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبطين رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. لماذا؟ يقول لأنك إذا قلت ما شاء الله يقول لك صاحب النعمة وأنا إيش استفدت؟ أين الفائدة؟ بل أدعو لي أن الله يبارك لي في هذه النعمة، إن كان ولدا قل بارك الله لك فيه، إن كان دابة قل بارك الله لك فيها، إن كان مالا قل بارك الله لك، الله يبارك لك فيه، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا رأى أحدكم نعمة على أخيه فليبرك عليه، في الصحيح قال فليبرك عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى عليه نعمة أن يبرك عليه؟ معنى أن يبرك عليه أن يقول اللهم بارك لك فيها، أو اللهم بارك له فيها، أو بارك الله له فيها، فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.